لبيك كتاب الله، لبيك يا حسين، تتفجر دموعنا. تاج تاج على الرأس. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يجدد الذكرى هي للحسين وجده والمرتضى ولأمه المظلومة الزهرة. نرنو لها ولأمه المظلومة الزهرة، نرنو لها ولقائم بالأمر يأتي في غد كي يدرك الثارة. إجيت ذنوب حاملها وراي، إجيت يا حسين، إجيت من الشهامة، من الكرامة، من الجود، من العفة، كل تلك كانت من مدرسة الإمام الحسين، استلهمها من القرآن ومن سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدفه إقامة العدل الإلهي.
النور بيك الشمس شبع أبنيت ضوط وبلاد فين فوق يا شهر عباس خسف وهانت يا شهر عباس خسف وهانت بسم الله الرحمن الرحيم ستبقى هذه الصيحات تواسي مولانا وسيدنا سلطان الدهور وولي العصور صاحب Thank you.
راية، هذه راية العزاء الأبدي، راية الحداد في حضرة أبي الفضل العباس. ليت شعري أن أعز العباس سلام الله عليه بسيد الشهداء، أم نعزي سيد الشهداء بقطيع الكفين، أم نعزيهما بسبي زينب؟ يا أبا الفضل العباس، يا سيد الغيارة، أنت الذي جئت كافلا لزينب، أنت الغيور، أنت مع تلك السيدة العظمى التي لم يتفطر ولا يداويه إلا هتاف يرتفع من كربلاء، منا ومنكم، ليصل إلى ساحة المحشر. فنصيح ثلاثا يا حسين، شهر حزن